تستقبل الأسر الليبية شهر رمضان وهي تعاني العوز وضيق ذات اليد جراء استمرار أزمة نقص السيولة وغلاء الأسعار. هذا ما عبرت عنه قوى شرائية داخل أغلب الأسواق الشعبية بالعاصمة طرابلس التي تقلصت إلى الاكتفاء بالحد الأدنى من المستلزمات الرمضانية والمواد الغذائية. الليبيين قعدوا يشحتوا مع أن بلادنا غنية بكل شيء، غنية بالأيراميوم، غنية بالألماس، غنية بالذهب، غنية بالغاز، غنية بالبترول، غنية بكل شيء، كلها فاكهة تطلع فيها في الغرب وفي الشرق. بس السيولة الناس تشحت، شن دايرين مع السيولة؟ تعدي للمصرف تبات قدامها، معقولة مرات بات قدام مصرف؟ هذا عقابها يعني. أزمات يشتد سعيرها مع اقتراب المناسبات الاجتماعية والدينية لتعبر عن حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في ظل تراجع مستوى الخدمات الحكومية وعدم قدرتها على تطعيم الأسواق بالمتطلبات التي اعتادت الأسر الليبية أن تتصدر موائد إفطارها خلال شهر رمضان. 200 جنيه 150 يعطفينا قريب الوهب، وأقسم بالله والله قسما بالله ظروف ربي فرج علينا. والله يعاني بالنسبة للمواطن، يعاني الصراحة ظروفه تعبانة، وبالنسبة للسيولة هذه مسببة أزمة في السوق شوية، لكن الناس راه تترحم فيه على بعضها، يعني اللي ما عندهاش يعطوا فيه، واللي عنده قصدي حتى الرحمة موجودة بين الشعب الليبي، موجودة الحمد لله. معاناة يعيشها مواطن رغم قساوتها، إلا أنها لم تغيب الفرحة بقدوم الشهر الكريم والاستعداد لاستقباله بالذكر والتهاليل.